يلا يا ابني عشان نحاول نظبطه، الجو حر يا ابني عشان الكلاب يا ابني. يا ابني حرام عليك يا ابني بقى انت يا ابني، لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابني بتعمل ايه يا ابني؟ يا ابني حرام عليك يا ابني، يا ابني حرام عليك يا ابني، بتعمل ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا ابني حرام عليك بقى، تقلق فيا، تقلق يا اخي فيا يا اخي، يا اخي تقلق فيا. طب ايه اللي بتعمله؟ طب ايه اللي بتعمله؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. انت كده فرحان؟ اهم حاجه انت فرحان، اهم حاجه ها بس ماشي، اهم حاجه بابا تبقى فرحان. طبعا انا طالع وطالع ايه عيني، وعمال انضف والجو سخن وعمال طري، وده ما شاء الله عمال يلعب. إيه يا ابني يلا بقى يا ابني، حرام عليك يا ابني بقى، تعبت اللي جابوني. لا اله الا الله. أنا بكلمك مشاريع، قلت صايف فين؟ الله إيه؟ قلت صايف فين؟ الله. الله. خلي بالك الموجة اللي وراها، خلي بالك الموجة، خلي بالك الموجة يا عمر. دي الدودة دي، الله. يلا بطلع طالما هتصايف بقى، صايف بالمرة بقى، يلا. طب بقول لك ايه؟ هات امك واخواتك بقى حبيبي يطلعوا. يا عمر ازعق على مامتك بقى، ازعق على مامتك واخواتك. ازعق عليهم بقى يصيفوا بقى، الحمد لله احنا كده وفرنا، مش هيروحوا يصيفوا في حته. لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب الهمني الصبر يا رب. الهمني الصبر يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. طب نخلص يعني خلاص كده، خلصت سيف؟ لسه يا رب البرميل ده ما ياخدكش وتقع. طبعا يا جماعه الجو الحر دوت، ما علينا بقى من المعتوه ده، الجو الحر ده لازم لازم تطلع تطري على كلابك، مش على عيالك، على كلابك. انا طبعا لان انا لابس شورت، فعشان كده انا ايه مش ظاهر. لازم تطري، تطري البوكسات يعني زي ما انت شايف كده، انا باخد البوكسات كلها اهي جوه وعلى الحيطان. طبعا عشان الجو حر وانا قالع لابس الشورت، وطبعا برضو ايه بوريكم عشان محدش لا قدر الله يتأذى، لان الجو الحر الاحتباس الحراري ده بيفرهد الكلاب قوي ويخلي الكلب لا قدر الله ممكن في ثانيه الا ثانيه تلاقي الكلب مات. انا يعني لسه اول امبارح ناس اتصلت بيا بيقولوا لي الحقنا، عبال ما رحت عبال ما رحت لهم كان الكلب اتوفر، كان يا دوبك. خلي بالكوا برضو يا جدعان، تخلي بالكوا كويس قوي قوي قوي، اوعى تطلع تشرب كلبك ميه ساقعه ويكون الجو حر. الناس دي غلطت، عشان كده الكلب كان متفرهد شربه ميه ساقعه وطلع بالكلب على البحر. الكلب يا عيني ما حطش منطق، راح البحر ورجع الكلب ما قدرش يقوم على رجليه. فتخلي بالكوا كويس قوي من الجو الحار، تعمل زي ما انا بعمل كده اهو، زي ما انت شايف كده اهو اهو. زي ما انت شايف كده اهو، زي ما انا بعمل انت تعمل. انا باخد اهو البوكسات، الحيطان، كل حاجه كده اهو، الميه بتاعتك تغيرها، الأرضية لو أنت لما تيجي تسيق كده أهو ممكن ما أسحبش الماية بقى، أسيبها. طبعا الكلاب أنا حاططها في الأوضة التانية وعمال لي إيه أنضف لهم هنا أهو، والبوكسات زي ما أنت شايف كده أهو.
انا ليه بعمل كده؟ عشان الحيطان دي بتشرب السخونيه، فانا لما اعمل كده اهو اطري السخونيه دي اهو زي ما انت شايف كده اهو. افتح الكاميرا دي. زي ما انت شايف كده اهو بعمل ايه؟ اطر الحيطان كلها بشربها ميه اهو. طبعا انا هنا عامل تستيكه، فالتستيكه هي الميه بتنزل لوحديها، وبرش على الحيطان من بره كده اهو. الميه بتاعتي لازم اغيرها، اغير كل حاجه كده. لازم لازم يا ابني عبد انا انضف كده لوحدي. يا ابني حرام عليك، فين الا فيا بقى. ها؟ روح انا. حاول وراك رايح فين؟ عايز فلوس ليه؟ عايز 1000 جنيه. عايز 1000 جنيه؟ دمك ما قدرتش تطلبها مني ال 1000 جنيه دي. احنا مصفر. انت مش لسه بابا كنت مصيف هنا اهو؟ ايوه. طب ما انا عملت لك اهو مصيف اهو. لا مصيف الصبح لسه. بص بص، في مصيف في المزرعه بابا، في هناك حمام سباحه، روح وقعد صحابك واقعد هناك وكل واشرب واعمل كل حاجه انت واصحابك هناك، بدل ما تدفعني حبيبي. عايز 1000 جنيه. طبعا طبعا لبست بقى الفلينة بقى والتيشيرت عشان اظهر لكم، لان خلاص تعبوني. طبعا زي ما جينا قلنا قبل كده البوكسات بتاعتي ارشها كده اهو زي ما انت شايف اهو كلها تمام كده. احط للكلاب كفاريلات كده، اغير الميه لو الميه لقيتها سخنه اغيرها. كازاريلا تانيه هنا اهي كده اهو عامله لهم. الكازاريلا طبعا بتاعت الاكل طبعا غسلتها ومنطقتها وسبتها تمام كده اهو. اهم حاجه الحيطان يمين وشمال. كلبك لقيته متفرهد، كل اللي هتعمله هتجيب ميه كده اهو وعلى دماغه كده، على دماغه بس، على دماغه كده اهو. اوعى تقول اجيب ميه ساقعه اديها للكلب، اوعى. خلي بالك من النقطه دي، ميه ساقعه والكلب سخن ودرجه الحراره سخنه، الكلب هيتعب مره واحده منك مش هيقدر ايه يقوم. لسه حاصله مع واحد صاحبنا كلمني، كان الكلب متفرهد، شربوا ميه ساقعه واخدوا على البحر. كلب بعيد عنكم رجع بيه مش قادر يقوم على رجليه. كلب عملنا عملوا محاليل جبل، كان الكلب خلاص رحت لقيت الكلب ايه؟ ميت بعيد عنه. ربنا يا رب ما يجيبش لحد حاجه وحشه، بس اهم حاجه تاخد بالك كويس قوي 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 من الجو الحار. طري المكان بتاعك زي ما انا بعمل كده اهو. الحيطان بتاعتي كده اهو كلها. بدل ما تبقى شاربه كده سخونيه تشرب ميه. اطلع نص ساعه، ساعه الصبح طري على كل المكان للكلاب. طبعا انا عامل صاج فوق وجنابه اهو زي ما انت شايف اهو. مفيش مراوح، مراوح عندي في المزرعه، لكن هنا في تهويات اهو زي ما انت شايف كده اهو. تهويات كده. وفتحت البوكسات بسيب الكلاب بقى تقعد على السيراميك، لان الكلاب في الجو الحر عايزه تتراوح، هتقعد على السيراميك. عندك طبليه شيلها، عندك مشايه شيلها، ما تقعدش الكلب في الجو الحر على اي حاجه تجيب له سخونيه، لا شيل اي حاجه عند الكلب. الكلب عايز سيراميك، عايز مثلا كده اهو تستيكه، عايز بلاط، عايز اي حاجه تطر عليه تطلع له ساقعه. فانت لازم تخلي بالك كويس قوي زي ما انت شايف الحيطان، الكناب يمين شمال، كازاريلات، كل حاجه كده اهو. لقيت الكلب متفرهد، كل اللي بعمله ربع ايده، ربع ايده، استنى بابا، ربع ايده ميه كده اهو، وفوق دماغه على دماغه. ما انا بكلم الناس يا عم. نعم مش هخلص النهارده. نعم عايز 500 جنيه. ليه يا حبيبي؟ فكانوا من قيمه شويه كانوا 1000 جنيه. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. 500 جنيه. نعم رايح البحر. رايح البحر؟ ما انت لسه كنت بتعوم يا حبيبي. لا بس انا مش رايح اصيف، رايح بحر يوم واحد وجاي. اه بس عايز 500 جنيه. عايز 500 جنيه؟ الجو حر وانا متفرهد. امشي يا عم امشي امشي يا 500 جنيه. لا لا يا عم امشي امشي يا عم. ده هيجنني، ده هيجنني.
خلاص هيجنني. بص كبيري انا سمعت في المزرعه. شوف بقى عاجبك عاجبك مش عاجبك شفت في حواجبك. ده اخر كلام عندك؟ اخر كلام؟ اه. طب انا مش طالع نظف لي الكلام ولا رايح لك المزرعه تاني. ماشي. وانا ماشي. يا رب ارحمنا. المهم يا جماعه طلعني من الموت خالص. المهم الجو الحر ده لازم كل الناس تعمل احتياطاتها، تطلع على طول لكلبها الصبح نص ساعة، لو انت مش فاضي لازم تطلع حد، ما تسيبش كلبك كده في الجو الحر عشان ما تجيش بعد كده ترجع تندم تقول يا ريت نص ساعة بس تطلع تطلع على الكلب بتاعك تشيله. لازم عشان ما تجيش ترجع تندم نص ساعة بس تطلع تطري على كلابك تغير لهم الميه، ترش على الحيطان، تشيل لو الكلب قاعد على طبليه شيل له الطبليه، شيل له الفرش، شيل له المشايه، اي حاجه، خلي الكلب يقعد على بلاط على سيراميك. هتيجي تقول لي الكلب هيجي له رطوبه؟ لا مش هيجي له رطوبه ما تقلقش، الجو حر الكلب عايز الرطوبه دي. الكلام ده لو في الشتاء مفيش مشكله، لكن احنا في جو حر جدا احنا مش طايقين الهدوم. فلازم تخلي بالك على كلبك وربنا يا رب يسترها علينا وعليك يا رب، وربنا ما يجيب لحد اي حاجه وحشه يا رب، واي حد محتاج اي حاجه كلمني انا تحت امرك، والسلام عليكم ورحمه الله.